الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون إلى سورة الإنسان، أو سورة هل أتى بالأحرى، اسمها سورة الإنسان، سورة الدهر، سورة هل أتى. انتهينا من سورة القيامة ونبدأ بسورة هل أتى هذه الليلة إن شاء الله. عندي صحيفة 578، صحيفة 578. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وصلوا على محمد وآل محمد. لمزيد من الأجر والثواب ارفعوا بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الإخوة المؤمنون، سنبدأ إن شاء الله بتفسير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أولا، السبب في نزول هذه الآية كما عليه بالمئة تسعين، 95 من المفسرين، أما الشيعة كلهم بالمئة مئة، وأهل السنة بالمئة تسعين منهم، وهنالك بعض المتطرفين والحاقدين والنواصب والمتعصبين إلهم خلاف، ولكن من المسلم أن هذه الآية، هذه السورة، نزلت جائزة عظمى من الله تعالى لنبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهالليلة ما عندي مجال أعطيكم تفصيل عن السبب، سبب النزول، لكن إجمالا بسبب، لأنه في هذه السورة إجت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأنتم تعرفون القصة أن الذين يطعمون الطعام هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها، أو بالأحرى فاطمة وبعدها وبنوها. نزلت هذه السورة جائزة ومدحا لهم. لكن قبل أن ندخل في هذه القصة، قبل قصة إطعام الطعام على المسكين واليتيم والأسير، الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان، بداية الإنسان. وأنتم تعلمون إخواني أن الإنسان، يعني أبونا آدم ونحن بنو آدم
احنا تاريخ حياتنا ووجودنا على هاي الارض مو كلش قديم، ما يزيد على 10,000 ولا 12,000 سنة أكثر. لا، اللي يكثر واللي يريد يمدد المدة يقول قبل 12,000 سنة، أما الذين يقللون يسووها بين 7,000 إلى 8,000 سنة مو أكثر. ونحن نقول ما بين 8,000 إلى 12,000، لكن قبل 12,000 سنة ما كان إنسان ما كان على وجه الأرض. نعم، هنالك موجودات هيكلها العظمي، الهيكل العظمي مالهم يشبه هيكلنا، هيكل العظمي، لكن الروح ليست روح إنسانية. هذول اللي يدرسون بالتاريخ بالمدارس يكتشفون بعض الجماجم، بعض الهياكل العظمية، المدرسين يسموهم إنسان النيندرتال. بس ما النيندرتال شو معناته ما أدري. يقولون 100,000 سنة، 200,000 سنة، كذا مليون سنة. هذول مو إنسان، هذول موجود آخر قريب من الحيوان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة اللي الله يريد كان يجعله في الأرض أبونا آدم، وآدم بعده ما موجود. ولذلك الملائكة إما اعتراضا، ما أقول اعتراض، الملائكة ما يحق لهم يعترضون على الله، بس سألوا سؤال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تبين هذول الموجودين أفسدوا في الأرض، سفكوا الدماء وانقرضوا، مثل ما الله أهلك قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، هذول هم أهلكوا. إذن الإنسان اللي أبونا آدم أمنا حواء هذول قبل 12 سنة ما كان لهم وجود على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى يسأل يقول هل أتى، المفسرين قسم منهم يقولون هل بمعنى قد، يعني قد أتى، يعني إجت فترة، إجت فترة حين من الدهر، هل أتى على الإنسان فترة من الزمن الذي ما كان شيئا مذكورا، ما كان شيئا مذكورا. الإمام الباقر يقول في تفسير هذه الآية الإنسان كان شيئا لكن لم يكن مذكورا. قالوا يا ابن رسول الله شلون كان شيء ها بس ما كان مذكورا؟ الإمام كان مذكورا في علم الله. أسألكم، الله سبحانه وتعالى عنده علم بالمستقبل لو ما عنده؟ عنده. الله يدري بعد مليون سنة ايش راح يصير او ما يدري؟ يدري. فقبل وجود الانسان ولو مليون، 50 مليون، 1,000,000,000 سنة، اذا كان الانسان موجود في علم الله، لكن على الارض لا، على الارض لا، في علم الله نعم. زين، هل اتى على الانسان حين فترة من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وين كان إذن؟ مفسرين سنة وشيعة يقولون الإنسان كان ذرات وجوده وبدنه قسم منها بالرمال، قسم منها بالهواء، قسم منها بالبحار، قسم منها بالصخور، قسم منها بالأشجار. بعدين الله سبحانه وتعالى لما خلق أبونا آدم، أبونا آدم الروايات تقول الله سبحانه وتعالى أخذ ترابه من طبقة من الأرض اسمها الأديم، سمي آدم آدم لأنه خلقه الله من شنو؟ من أديم الأرض. زين، كان ترابا، بعدين أضاف إليه الماء، الماء لما يضيفه على التراب شو يصير؟ يصير طين.
خلقت إني خالق بشرا من طين. 120 سنة في رواية 40 سنة الماء، الآدم كان بين الماء والطين بلا روح، روح ما عنده بين الماء والطين. بعدين هذا الطين صار لونه تغير، كان من خلق الإنسان من صلصال، صار صلصال، صار من حمأ المسنون، صار من طين لازب. هذه كل الكلمات بالقرآن جاية، طين لازب جاي بالقرآن، صلصال جاي بالقرآن، من حمأ المسنون جاي بالقرآن. هذه الأسماء شنو المراحل اللي مرت بها طينة أبونا آدم؟ مرة طين عادي، مرة اللون تغير، مرة الريح تتغير، إلى أن صار جسما بلا روح، دم ولحم وعظم كذا بس بلا روح. ها، إيش وقت أمر الملائكة بالسجود؟ إيش وقت؟ قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته، بعد شنو؟ ونفخت فيه من شنو؟ من روحي، من روحي. يعني الحيوان عنده روح، لكن مو الروح، روح الحيوان مو من روحي، تمام؟ الجن عندهم روح، لكن روح الجن مو من روحي. هذول المخلوقات اللي كانوا قبلنا اللي اسمها النسناس، بدنها بدن إنساني مثل البدن وبدنك، لكن روحهم لا، مو من روحي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، روحي شنو معناه؟ يعني الله عندهم جسد وروح؟ لا، اسمع شوية، خلي بالك حتى أقول لك شنو معنى روحي. الله ليش قال روحي؟ لماذا نسبها إلى نفسه؟ ها، أضرب لك مثل حتى تعرف الجواب. الله قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، بيتي يعني يا بيت، هذا يا بيت، ها، غير الكعبة الله كان ساكن بي، ليش قال بيتي؟ لماذا قال بيتي؟ أراد أن يشرف، شرفها بنفسه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما يقول جنتي، ولا ما يقول بيتي، ولا ما يقول روحي، هاي كلها معنى واحد. يعني الله تعالى شرف روح آدم فنسبها إلى نفسه تقديسا وتعظيما، كما قال الكعبة شنو؟ كومة حجارة، بعد كومة حجارة، كومة حجارة، هذه الله أراد أن يعظمها ويقدسها، فقال طهرا بيتي. زين، الجنة اللي يدخل بها النفس المطمئنة، هو الله عنده هواية جنات جنات جنات، لكن صاحب النفس المطمئنة ما يقول أوديك للجنات، ما يقول جنة نعيم، ما يقول جنة عدن، يقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. زين، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. زين، من ذاك اليوم أبونا آدم خلق، الله خلق. بعدين خلي آدم، نجي الآن إلى أولاد آدم، إلى أولاد آدم. الآية الثانية، هاي الآية، إن هل أتى على الإنسان، على أبونا آدم، وإحنا في صلبه. يعني يوم اللي الله سبحانه وتعالى نزل هاي السورة الأولى من سورة هل أتى، تكلم عن أبينا آدم وأنا وأنت وكل، إحنا في صلب أبونا. زين، وبعدين الآن يتكلم علينا نحن، أنا وأنت. الآية الثانية يقول تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذا يا إنسان الله خلق من نطفة، أبونا ما خلق من نطفة،
أبونا الله خلق من شنو؟ من التراب، لا مر بنطفة ولا رحم ولا دخل، لا عند أب ولا عند أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فالمخلوق من نطفة منه أنا وأنت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ليش؟ نبتليه، امتحنه. الله خلقنا من هذه النطفة حتى يمتحننا. بيش امتحننا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. إذا ما عندنا سمع وبصر بيش امتحننا؟ الآن الكلمة على النطفة، ما معنى النطفة؟ وما معنى الأمشاج؟ شوية طول حوصلة وصلوا على محمد وآل محمد. حقيقة حتى كل أمي يدري أنه المولود ينعقد من الأب والأم، حتى بالحيوانات مو بس بالإنسان. لكن النطفة اللي الله ذاكرها في القرآن، المفسرين فشكل يفسروها، والأطباء الآن ترى علم الجنين الآن متطور تطور عجيب. الأطباء والجراحين والذين تخصصوا في علم الأجنة جنين يقصد، هذول عندهم كلمات حول هاي النطفة. معنى النطفة شنو؟ هنا بهاي الآية يقول خلقنا الإنسان من نطفة، لكن هاي النطفة أمشاج. أمشاج يعني شنو؟ مختلطة. مختلطة بشنو؟ يعني نطفة الأب ونطفة الأم مختلطة. في آية أخرى يقول من ماء مهين. نعم، خلق الإنسان من ماء، الذي خلق من الماء بشرا. هذا يا ماء، هذا ماي دجلة والفرات، هذا ماء اللي يجري من أبونا بعد، هذا ماء بعد. إذن مرة في ثلاث آيات الله سبحانه وتعالى يذكرنا أن خلق الإنسان من ماء. في آية أخرى يقول من ماء مهين. مهين يعني شنو؟ حقير، يعني ما إلى قيمة. في آية أيضا أخرى، ثلاث آيات الله سبحانه وتعالى يذكر أننا خلقنا من ماء، يعني من ماء أبونا ومن ماء أمنا. أبونا كان عنده ماء، اختلط ماء أبينا بماء أمنا وتلقحت. ثلاث آيات هم تذكر الله سبحانه وتعالى يذكرنا، يقول من نطفة أمشاج. يقول عز وجل، هاي آية، آية أخرى أول سورة أفتكر حج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخره. في آية أخرى يقول خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. هسه الآن الوقت ما يسمح أنه كل ذني العلق، يعني شنو؟ نطفة يعني شنو؟ ماء يعني شنو؟ ماء مهين يعني شنو؟ في مكان آخر يقول إنا خلقنا الإنسان من، نعم، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الأب، ترائب الأم. الصلب يعني شنو؟ ترائب يعني شنو؟ هذا ترى لازم إحنا أنا وإنت لازم نقرأ القرآن، بعدين راجع التفاسير، بعدين شو الأطباء والجراحين الذين اجوا بالمختبرات
مختبرات، وخلوا من وراء الزجاج قاموا يعاينون. سبحان الله، أنا وإنت ما ندري إحنا لما كنا في عالم في بطن أمنا في رحم أمنا ندخل شيء؟ شفنا شيء؟ ما شفنا شيء. من جنة في عالم الأرحام الله صورنا، هاي الكاميرا الآن تصور، لكن إذا انقطع عن الكهرباء والضوء بعد ما نسوي شيء. الله سبحانه وتعالى يقول خلقكم في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، وداخل الرحم أكو كيس اسمه المشيمة. ثلاث ظلمات الله خلقنا هناك وصورنا هناك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا الإنسان. بعدين أنا وأنت وأكبر عالم، أعظم طبيب، أكبر جراح، أكبر مهندس، وزير، ملك، سلطان، بالأول كنا ماء مهين، ماء حقير، مهين يعني حقير، مهان يعني. زين الله عز وجل الذي هذا المي الحقير، نقطة المي الحقير، ها هاي المي ينميه ويكتره ويسوي نطفة، بعدين علقة، بعدين مضغة، بعدين عظام، بعدين لحم، بعدين ينفخ فيه روحا يطعنا وإياك. هالخلائق أنا وأنت فديون كنا علقة. علقة يعني شنو؟ غير هذه العلقة اللي بعد وراء 20 وراء 40 يوم في رحم الأم صرنا، لا لا، خلق الإنسان من علق. الله هم خلق في رحم المرأة بويضة، بيضة صغيرة. لما يتم العمل الجنسي إفراغ المني، هذه 500 مليون 200 مليون من هذه الحياة من كلها تسرع تهاجم على البويضة حتى تندمج بها. واحدة منها، إذا واحدة منها اندمجت الأم تحبل وتجيب واحد، إذا اثنين توامى اثنين يطلعون، بعد قل ما أكثر من اثنين يعني، أحيانا توامى ثلاثة. ما أدري قبل كم سنة واحدة جابت توامى ثمانية، معناته ثمانية من ذني الحياة من راح نندمجن ببويضة الأم. بعدين سبحان الله باقي الحياة من كلها تروح تتلف. سبحان القادر. إذا ماء الرجل نطفة ذكرية، ماء المرأة أيضا نطفة أنثوية، ولذلك الله يقول من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مو كلها من الأبو، لا، الجنين لما يصير في رحم المرأة، ها هذا رأس مال، رأس مال بالمئة خمسين من رأس المال للأب، بالمئة خمسين من رأس المال للأم. الأب يروح يلف راسه وينام، هالمرة دور دور من؟ دور الأم. تسعة أشهر، تسعة أشهر التغذي والنمو والحفظ، يعني عالم عجيب، عالم عجيب. الآن ما أدوخكم أنه بعد تسعة أشهر أنا وأنتش وين شبنا وين صعدنا وين نزلنا بهالتشهر تسعة أشهر. الله سبحانه وتعالى ودانا الرزق، ودانا النفس، الحرارة والدفو. يقول فجعلناه في قرار مكين، رحم الأم الله يسميه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. هذه النطفة لما تنعقد، بعدين دم الحيض اللي كل سنة كان ينزل على شكل دورة شهرية، فورا الله سبحانه وتعالى يسوي أنابيب سريعة بسرعة البرق، أنابيب من مجرى دم الحيض يصير عن طريق الحبل السري سرة،
سرة الطفل سرة الأم. عن هذا الطريق المواد الغذائية والأكسجين وبقية هذا، سبحان الله، هذا ينتقل من سرة الأم إلى سرة الطفل، ومن سرة الطفل إلى قلبه، يتودع هذا الطفل خلال 9 أشهر ينمو من دم الحيض، من دم الحيض. فأنا وأنت 9 أشهر شنو كان أكلنا وشربنا؟ أكلنا وشربنا شنو كان؟ من دم الحيض أكلنا. دمنا ولحمنا وعظمنا كان من دم الحيض. بعدين لما يكبر يشيل شايل خشمه يقول أنا ربكم الأعلى. زين ما أطول بعد عليكم، هذا له بحث آخر. يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هاي كلمة نبتليه الآن خليها اقرأ، الآن لا تقرأ نبتليه، من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. لماذا؟ حتى نبتليه. إذن كلمة نبتليه لازم نعرفه، أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بعد أن جعلنا سميعا بصيرا. وإلا إذا واحد سميع ما عنده، يعني ما عنده عقل وشعور، بيش يمتحنه؟ إذا طالب صف سادس صف مدري ايش قد 20 ما دارس ولا كلمة، يقول له ادخل قاعة الامتحان امتحن، عنده شيء يمتحن؟ يقول ما عنده شيء. إذا جعلناه سميعا بصيرا حتى نمتحنه. الله سبحانه وتعالى يمتحننا. شنو هذا الامتحان؟ الامتحان إنا هديناه السبيل، يعني المدرس الامتحان ممتحن، الطالب سنة زمان يدرس، المعلم يهديه السبيل، آخر السنة يصير امتحان النهائي، يقول إما يطلع ناجح وإما يطلع ساقط. إذا عمل بهداية الله ناجح شاكرا، وإن لم يعمل بهداية الله رفضها كفورا. إنا هديناه الهداية. هنا كلمتين ما أطول عليكم، الهداية يقسموها العلماء والأئمتنا عليهم السلام والقرآن إلى 3 أقسام: هداية تكوينية، هداية بمعنى إراءة الطريق، هاي 2. ثالثا الهداية إلى بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هسه أنا أدوقكم بهالحكي، هذا ورانا ليلة الجمعة. الهداية التكوينية هذه تجري في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الشجر وفي الكواكب وفي النجوم والسماوات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني شجرة التفاح لما تطير تفاح بهداية من؟ هداية الله. هذا القمر والنجوم والشمس والأرض دورانها بهداية من؟ من يهاديها؟ من يمشيها؟ هداية. هاي يسموها هداية تكوينية ما بها إرادة. يعني النخلة لما تطين التمر إدها إرادة؟ الله سبحانه وتعالى. هاي هداية جبرية يسموها، جبرية. زين، القسم الثاني من الهداية إراءة الطريق. إراءة حضرتك تروح إلى بلدة أكو عندك عنوان، ولأول مرة أنت داخل هذا البلد عنوان صديقك ما عنده، تسأل البقال يا بيت فلان وين؟ يقول لك ادخل منا هذا الشارع، هذا السوق، هذا العدد، يراويك الطريق. انت يعجبك تروح تروح، يعجبك ما تروح اما تروح، بس مجرد إراءة الطريق، بس يراويك الطريق، ما يوصلك الى الهدف، يراويك. إنا هديناه السبيل. بعدين كل الخلائق حتى الكفار والمشرك وعابد الصنم، اليهودي والنصراني والمذنب والعاصي والمطيع، كل هذول الله راواهم الطريق. ها، بعد إراءة الطريق انقسم الناس قسمين، إما شاكرا وإما كفورا.
لكن أنا وأنت الآن لما نقول اللهم اهدنا من عندك، هاي الهداية اهدنا الصراط المستقيم، يعني شنو؟ يعني إلهنا وصلنا إلى المرض، وإلا هو الله هادينا. هذا اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم، الله هاديه بالهداية رقم 2، يطلب من الله أن الله يهدي به هداية رقم 3. لو ما الله هاديه هو ما يجي يصلي، يروح يشرب عرق بدل الصلاة. زين، على كل حال هذا الموضوع شوية موضوع مع الدراسة، مو مال يجي مال تحقيق أكثر. يقول عز وجل إنا هديناه السبيل، سبيل شنو؟ سبيل الطريق إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم، يعني سبيل الهداية هذا. يعجبك تروح أهلا وسهلا، ما يعجبك هاي نار جهنم، طريق الجنة وطريق النار قدامك، إما شاكرا وإما كفورا. فمن قبل الهداية الله يزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، وأما الذين كفروا خلص أضلهم الله، إن الله لا يهدي من يشاء، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. هل المقدار يكفي؟ إذا إن شاء الله ليالي الأخرى المصنف يعطيكم تفصيل أكبر. وصلوا على محمد وآل محمد. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. أما إن كلكم هاي الآية الكريمة لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لدفع البلاء، البلاء عن المؤمنين، عن إخواننا بالبحرين، في الجزيرة العربية، بالأحساء، بالقطيف، بالرياض، بسوريا، الآن إخوانكم في سوريا في أشد الخطر، في أشد الخطر، أعداؤهم جايبين أخطر الأسلحة، إسرائيل تزودهم بأسلحة، السعودية تزودهم بأسلحة، قطر وتركيا، وهاي اللي يزودون أعداءهم لكن عندكم سلاح، أنتم أقوى أقوى أقوى. هذا السلاح لا تنساه، وهو الدعاء، لكن دعاء بدموع جارية. اللي قوي دماءكم دعاءكم الدموع الجارية والقلوب المنكسرة. الآن ارفع أصواتكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فرج عنا وعن المؤمنين يا الله، بحق الصديقة الطاهرة المظلومة فرج عنا يا الله، فرج عنا يا الله، فك رقابنا من النار، اجعلنا من أهل الجنة. إلهنا اشف بها بمصيبتها مرضانا يا الله، وداوي جرحانا، وارحم موتانا، تقبل أعمالنا، نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن، ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبينهم. إلهنا من أراد بنا وبالمؤمنين سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله. اللهم رد شر هؤلاء الأعداء إلى صدورهم، وكيدهم إلى نحورهم. إلهنا نكس أعلامهم، وهدم بنيانهم، ومزق شملهم، وانصرنا عليهم. قوموا إخواني وأخواتي، ارفعوا أصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.